ولودية مولودية مولودية مش كنحب واحدة تنكبة شارك في المولودية للكلاب هو المشهور في شمال إفريقيا. موسم آخر مر على الأنصار أبيضا بلا تتويج أسودا بمشاكل لا تنتهي ولسان الحال تشاؤم بحكم الوضعية هجران المدرجات توالي الخيبات إقالات واستقالات وضبابية في كل شيء وكأنه النفق المظلم. مرة أخرى كتب على الفريق الخروج من محبوبة الجماهير السيدة الكأس بعد خروج من رابطة الأبطال الإفريقية في وقت كان النادي مرشحا للتأهل على أرضه وبين جماهيره. موسم قبلها خروج من كأس الكونفدرالية وترتيب مخيب في البطولة المحلية آنذاك ورغم الخيبة صفق محب الألوان للأشخاص للاستمرارية ولمشروع كازوني وصايفي قبل دفع رفيق للخروج من الباب الزيّر. حل الميركاتو الصيفي وجيء بمن يسمون عبثا نجوم سوق التحويلات فصنعت أسماؤنا الحدث حبرا على ورق قبل أن تشكل للأنصار أرقا على أرق. ضيعت المولودية شامبيونز ليج عندما قالها صراحة كازوني أن الإدارة لم تستشره لا في الاستقدامات ولا في التسريحات وبعدها غادر الفريق فاستثمر البعض في سمعة الصيفي لإخماد غضب المدرجات. عاد رفيق بورقة الطريق وعاد الفريق ثم جاء بمدرب آخر بأمال أخرى وانتظر الجميع مشروعا يتجسد وأفكارا تتحقق خاصة بعدما أعيد المدير الرياضي 24 ساعة عقب إقالته من مجلس الإدارة. حينها ظهر مسلسل آخر عنوانه كوربيس الذي حل بالجزائر ثم رحل بدون توضيح من القائمين على الفريق وبدون معلومة. تبرز الإشاعة بقوة تنتشر وتتكاثر الأقاويل وهو ما حدث في ميركاتو الشتاء وطالب الأنصار بفريق يلعب كرة جميلة في مستوى سمعة وتاريخ النادي غير أن عمروش رد أنه يلعب وفقا لما لديه فاشتكى مرة وأخرى من الإصابات ليعود مسلسل الإقالات مع بالخير المحضر البدني ثم الاستقالات مع رفيق صيفي عضو الطاقم الفني. وين صارت هدف العالم؟ معطيني هدف العالم إيركليتي 8 يحوز 5 شوف مي صارت في الميركاتو أخي. لا كالإدارة دي خسرت غلطت تغيير راديكال الله يحفظكم أنا بالقنطة هذا كبير عليكم بزاف اش حوزوا عاودوا رجعوا خوه بزاف حوايج حوز شوشي حوز قراوي حوز لمير جوار ما دارت والو إدارة هذه ما دارت لنا حتى حاجة باش يجيب الشعب راك تشوف سطات فارق كاين 30 بالك 21 دقيقة يخرجوا ويطلعوا للدار سيبوا هذا واش كاين ما داروا لنا والو. المولودية التي تأسست العام 21/900 غادر أنصارها آخر مبارياتها في رمزية الدقيقة 21 بعدما رفضوا الضبابية التي تسير الفريق العتيد بعدما تغنوا بحبهم وانتمائهم الشديد وبعدما رفضوا تداول بعض الأسماء على تسيير المقاليد. نقراو على مولودية احنا نحبو يعني مولودية شوف مولودية نقرا على مولودية اخو احنا مسقمين مع المسؤولين هذوما روح يختيونا عيا ما مشات لهمش كاين الاهلي ترجي الوداد الرجاء كاع عندهم مراكز تكوين عندهم استاد احنا استاد ما كان عندها الجمهور تاع احنا تكلفوا بها يا كاين الناس كاين رجال خويا عندهم درام يحبوا مولودية وما يدخلوا مولودية انت ما تستناش حتى الناس تسبك باش تروح شويه دينيتي شويه كرامه قال يا اخو مالغري ينعلبوا مال الدنيا لي يسمع والدي انا كل سمانه ولا انا بيرسونالمون ما نسبش. تساءلوا حينها عن المستقبل القريب عن المشروع الرياضي عن قيمة الفريق فنيا وماديا عن جدوى انفاق الملايير بلا تتويج ولا هياكل ولا مركز تكوين ولا ملعب للنادي ولا فئات شابة عن مشروع رياضي يعيد الأنصار وهيبة النادي حتى لا يحيا جيل اليوم على التاريخ وفقط تاريخ صنعه الرجال في التسيير وصنعه الأنصار
فوق المدرجات.